يا جماعة أنا جايبالكوا دلوقتي الفنان خالد محمود. إزاي حضرتك؟ إزيك يا مها؟ الحمد لله تمام. تمام. أنا شفتك بقالي كتير مشفتكش. ربنا يخليكي. الحمد لله وتقابلنا على خير. بس قبل ما نبدأ تعالوا أوريكوا شوية من الميكنج بتاع التصوير وإيه اللي حصل قبل ما نبدأ تصوير. تمام. تمام. أهلا وسهلا يا مها. ربنا يكرمك يا رب يا مها. طيب انا هسال حضرتك اسئله سريعه جدا وردي عليه بمنتهى السرعه علشان الناس تتعرف عليك من غير تفكير. ايوه ايوه. اسمك بالكامل؟ خالد محمود عبد الخالق. من محافظه ايه؟ محافظه القاهره. دراستك ايه؟ المعهد العالي للفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج. قبل المعهد كان ايه؟ كان دار علوم وطيران. كان سنه كام؟ خرجت سنه كام؟ سنه 92. اول مسلسل مثلت فيه؟ مسلسل مذكرات زوج وانا طالب في المعهد العالي للفنون المسرحيه. اول مسرحيه مثلت كانت جنون البشر. كانت لا بشكل احترافي كانت جنون البشر في اسكندرية مع الفنانة عبلة كامل والراحل ممدوح وافي. اول فيلم فيلم شاويش نص الليل مع الراحل فريد شوقي. اكتر دور عملته ما بتحبوش؟ لا اصل في ادوار اكيد انا عملتها مش حبيبها بس مش فاكر. بس هو فيه بس مش عارف ايه هو. كان ايه السبب عملته ليه؟ لا ما تعرفيش يعني. احيانا بتبقى عندك شركة منتجة عمل انت بتتوسمي الخير تكتشف في النهاية ان هو طلع مش لطيف خالص. طيب اكتر عمل ليك بتحبه؟ اكتر دور بصي هو كذا دور. خلينا بقى طماع شوية يعني. بحب طبعا اول بدايتي في السينما فيلم شاويش نص الليل. وبحب الحقيقة والسراب لان هو الناس لحد وقتنا هذا بتعمل له صفحات ومتواكبة معاه. اكتر دور عشقته كان دور خالد في محمود المصري ويتربى في عزه طبعا. انا بكلمك على يعني كل الناس طبعا. لو تعرض عليك في نفس الوقت سينما مسرح تلفزيون تختار ايه؟ الانسب يعني الدور اللي هيستهويني هو اللي حبيبي. انا اسمي على السوشيال ميديا مهاليزم. يعني ايه مهاليزم؟ مهاليزم يعني زي ما تقولي بهاريز. مهاليزم حاجات كتير. ولازم حاجات كتير داخله في بعضها كده يعني. ربنا يخليك. انا اكتر والله يا مها. وانا سعيد ان انا كنت على قناتك على اليوتيوب. ويا رب عايزين دعواتكم كلها بقى من على اليوتيوب كده. ايوه وشير وكل ده اساسي. ميرسي ليك يا حبيبتي. ربنا يخليك. للاسف الانترفيو كان قصير جدا مع الفنان خالد محمود علشان احنا كنا في مؤتمر مسرحيه هاملت بالمقلوب اللي الاستاذ خالد احد ابطالها. استنوا فيديو جامد جدا عن المسرحيه.